بسم الله. تمارين حول درس المستقيمات الموازية لأضلاع المثلث لمستوى السنة الثانية إعدادي الموسم الدراسي 2015-2016. تمرين رقم 1. ABC مثلث من المستوى لتكون M مماثلة النقطة A بالنسبة للنقطة B وN مماثلة A بالنسبة للنقطة C. A صغيرة أنشئ الشكل، B صغيرة بين أن المستقيم BC يوازي المستقيم MN. يلا أنقل هذه المعلومات في دفترك ثم أنجز التمرين. كالعادة أوقف تشغيل الفيديو ريثما تنتهي من إنجاز التمرين، وسنلتقي بعد لحظات لمناقشة الحل. يلا تضرب. صافي انتهيت، يمكننا نبدأ عملية تصحيح. يلا على بركة الله نشوفوا التصحيح. نبدأ أولا بالشكل. إذا كما ترى عندنا هنا مثلث ABC ثم M مماثلة A بالنسبة للنقطة B. ماذا تعني M مماثلة A بالنسبة للنقطة B؟ نعم، M مماثلة A بالنسبة للنقطة B يعني B منتصف ماذا؟ نعم يعني B منتصف القطعة AM. إذا غادي نشأو نصف المستقيم الذي أصله A ويمر من B طبقا، ثم ننشئ منتصف أو نأخذ البركار لإنشاء النقطة M على هذا النحو. إذن غادي نأخذ البركار، نأخذ المسافة AB ما دامت B منتصف القطعة AM هكذا. إذا الآن حصلنا على النقطة M، يمكن أن نضعها بلون مغاير إذا شئت. نختار مثلا اللون الأخضر ثم نضع رمز التقيس. رمز التقيس مهم سيفيدنا في البرهان. يلا نواصل. ثم N مماثلة A بالنسبة للنقطة C، ماذا نقصد بذلك؟ ماذا نعني بأن مماثلة A بالنسبة للنقطة C؟ نعم هذا يعني أن A أو C منتصف ماذا؟ نعم يعني أن C منتصف القطعة AN. إن غادي نشأو نصف المستقيم الذي أصله A ويمر من C، ثم نأخذ البركار، ثم بعد ذلك نأخذ المسافة AC هكذا على هذا النحو. نصغر شوية الشكل باش تظهر. نعم إذا الآن حصلنا على النقطة التي نريد، أي النقطة N. غادي نرسموها بلون مغاير تاعي بنفس اللون الأخضر. يلا الآن سننشئ المستقيمين MN و BC بنفس اللون الأخضر. وما ننساوش رمز التقيس هنا، C منتصف القطعة AN هو رمز التقايس. إذن كما ترى المستقيمان BC و MN كيف هما؟ متوازيان، فعلا هما مستقيمان متوازيان. إذن سوف نؤكد هذا الأمر بالبرهان. يلا في رأيي كيف سنتصرف؟ كيف سنتوصل إلى هذه النتيجة؟ أي أن المستقيم BC يوازي المستقيم MN، أو المستقيم BC والمستقيم MN. يلا سنختار المثلث، أي مثلث سنختار في رأيك في هذا الشكل الذي سوف يوصلنا إلى هذه النتيجة؟ نعم سنختار المثلث AMN، هذا المثلث هذا طبقا. ماذا تمثل النقطة B بالنسبة للقطعة AM؟ فعلا B منتصف القطعة AM، أي القطعة AM و B منتصفها. مزيان، ماذا تمثل C بالنسبة للقطعة AN؟ نعم فعلا C منتصف القطعة AN. إذن في المثلث AMN المستقيم BC يمر من ماذا؟ صحيح المستقيم BC يمر من منتصف القطعة AM
ويمر من منتصف القطعة AN. يلا وشفنا واحد الخاصية حول هذا الشيء، ماذا تقول هذه الخاصية؟ اه تذكر معي هذه الخاصية، إذا مر مستقيم من ماذا؟ إذا مر مستقيم من منتصفي ضلعي مثلث فإنه يوازي ماذا؟ نعم، فإنه يوازي حامل الضلع الثالث. إذن كما ترى المستقيم BC يمر من منتصف الضلع AM ويمر من منتصف الضلع AN. إذن النتيجة فهو يوازي ماذا؟ نعم، فهو يوازي المستقيم MN. يلا نكتبوا البرهان. الشكل ديالنا هو هذا، اللي نبين أن المستقيم MBC يوازي المستقيم MN. عندنا M مماثلة A بالنسبة للنقطة B. إذن ماذا؟ يلا ماذا تمثل B بالنسبة لآن؟ ماذا سنكتب؟ فعلا إذن B منتصف القطعة AM. إذن كما ترى B منتصف القطعة AM، وN مماثلة A بالنسبة للنقطة C. إذن ماذا سنكتب؟ نعم، إذن C منتصف القطعة AN. ونتذكر الخاصية، نعتبر المثلث AMN. لا تنزل الإكران. نعتبر المثلث AMN المستقيم BC يمر من منتصفي الضلعين AM و AC. وحسب الخاصية، ونذكر هذه الخاصية، إذا مر مستقيم من منتصفي ضلعي مثلث فإنه يوازي حامل الضلع الثالث. ومن هنا نستنتج أن، يلا ما هي النتيجة النهائية؟ نعم، ومن هنا نستنتج أن المستقيم BC يوازي المستقيم MN. وهكذا أجبنا على السؤال المطلوب. انتهى هذا التمرين من إعداد الأستاذ عبدو، إعدادية صفاء مراكش. إلى اللقاء.